هلا فيكم حلقة جديدة من خمس أشياء. اليوم راح نذكر لكم خمس ألعاب كانت مختلفة في مرحلة التطوير أو وقت الإعلان عنها، يعني كانت بروتوتايب، وبعدين لما نزلت بشكل نهائي اللي حنا لعبناه وعاهدنا. قبل ما نبدأ لا تنسون تضغطون زر الاشتراك إذا ما ضغطوا، وأيضا زر اللايك، وشاركوا الفيديو مع أحبابكم. والحين خلونا نبدأ. أول لعبة معانا هي لعبة Resident Evil 1.5. بعد نجاح الجزء الأول بدأوا بتطوير الجزء الثاني بعد شهر من صدور الجزء الأول مباشرة. كان المفروض أنها تصدر في عام 1997، لكن المطورين ما كانوا راضين بالمستوى اللي كانت عليه، عشان كذا قرروا أنهم يكنسلون كل شيء ويطورونها من الصفر. بنفس الفكرة كان المفروض تلعب شخصيتين، وكل شخصية سيناريو مختلف. في اللعبة الأصلية كانت شخصية ليون كينيدي بنفس المظهر، لكن يختلفون في البداية، وتبدأ القصة في سطح مبنى الشرطة وتحاول تدافع عنه، عكس الجزء الثاني اللي تبدأ في خارج المبنى. وكانت في شخصية ثانية مختلفة عن شخصية كلير، الشخصية الثانية اسمها إلزا ووكر، ولو أنها كانت مختلفة بالشكل إلا أنها تشارك في كثير من الأمور مع كلير، مثل حبها للدرجات النارية، وما كان لها أي علاقة بمركز الشرطة. كانت طالبة جامعية هربت من المدينة وراحت لمركز الشرطة تبحث عن مكان آمن. كانت تبدأ اللعبة وهي داخل المبنى بعد ما تدمرت درجاتها النارية عند المدخل، وكل شيء كان مختلف تقريبا. تصميم مركز الشرطة كان مختلف ومصمم بشكل حديث، بس غيروه وصار على ما هو عليه، وحتى طريقة حل الغاز كانت مختلفة. مثلا كان في لغز يعتمد على انك تسجل صوتك ويفتح لك الباب مقفول. وكان في نوع من الزعماء تم الغاهم من الجزء الثاني، واحد بشكل عنكبوت تقالته في المختبر، والثاني شكله غوريلا، والاثنين هربوا مختبرات امبريلا بعد ما كانوا ادواتهم للتجارب. حتى الأسلحة فيها اختلاف حتى في ترتيبها، يعني سلاح ليون في بداية اللعبة كان براوينج اتش بي اللي هو سلاح كلير في النسخة النهائية، وإلزا كان سلاحها سيج ساور بي 228 واللي ما صار له وجود لما صدرت اللعبة. في النسخة النهائية كان الشيء الوحيد اللي تقدر تطوره هو شنطة الأدوات، بحيث تقدر تشيل آيتم زيادة، بس في نسخة 1.5 كان في أكثر من جير، كان من نوعين من الدروع تزيد قدرتك على تحمل الضربات، وأيضا درع صغير خاص بالشرطة ودرع كبير خاص بأمبريلا. كان المفروض جزء 1.5 يكون خاتمة السلسلة، لكن بعد نجاح الجزء الأول تم تغيير كل شيء بالسلسلة وتركوا النهاية مفتوحة، وبدلوا شخصية إلزابا كلير حتى تكون مربوطة بشخصية كريس من اللعبة الأساسية. ثاني لعبة معنا هي لعبة داينوسور بلانت. لعبة داينوسور بلانت كان المفروض تصدر على جهاز نينتندو 64، وبدأ تطويرها ما بين عام 1999 و 2000 من شركة رير المعروفة بألعاب بانجو كازوي وثلاثية دونكي كوغ. اللعبة كان المفروض تكون عنوان مستقل، لكن تطورت وصارت ستار فوكس أدفنتشر بعد ما لاحظ المطور المشهور شيغورو مايموتو التشابه الكبير بين شخصيات اللعبة، عشان كذا قرر انها تكون لعبة ستار فوكس وتكون لعبة اطلاق لجهاز الجيم كيوب. شخصية البطل الأساسية كان اسمها سيبر، لكن بدلوها بشخصية فوكس، والشخصية الثانية كانت كريستل، والكل شخصية كان في لها مساعد لها، والجيم بلاي كان يسمح لك انك تلعب بالشخصيتين وهم في اماكن مختلفة من العالم. وفي خاصية اسمها سواب ستون اللي تخليك تبدل بين الشخصيتين، وصار اسمها بعدين وارب ستون. والأعداء وكل الشخصيات والباقي بقت زي ما هي بدون أي تغيير، حتى الأماكن والأسلحة، وهذا يدل عن اللعبة الأصلية فعلا كانت تشبه ستار فوكس بشكل كبير. اللعبة الثالثة يومي كوجي دوكي دوكي بانيك. قبل نتكلم عن لعبة دوكي دوكي خلنا نتكلم أول شيء عن لعبة سوبر ماريو براذرز 2. تم اصدارها في اليابان في عام 1986، وهي تعتبر سيكول أو جزء ثاني للأساسي للجزء الأول، بنفس المحرك الأول وبعدها جد ميزات جديدة ومراحل أصعب بكثير. وسبب صعوبة اللعبة كبيرة شافت نينتندو أمريكا أن اللعبة ما راح تبيع للجمهور الغربي، عشان كذا يجي دور لعبة دوكي دوكي. هذه اللعبة من تطوير نينتندو بالتعاون مع شركة فوجي للتلفزيون الفاميكوم، صدرت عام 1987 في اليابان فقط، وتم تعديلها وخلوها سوبر ماريو براذرز 2 واصدروها للغرب. وبعد كذا اصدروا هذه اللعبة لليابان باسم سوبر ماريو يو اس اي، واول مرة تطلع برا اليابان كان ريميك في جزء سوبر ماريو اول ستارز باسم ذا سوبر ماريو براذرز ذا لوست ليفلز، وهذه كانت الجزء الثاني الاصلي اللي كان المفروض يكون موجود من زمان. رابع لعبة معانا لعبة ريزنت ايفل 4. لعبة ريزنت ايفل 4 مرت بنسخ كثيرة قبل ما نشوفها بالشكل النهائي اللي متعودين عليه، وكلها كان البطل فيها ليون. لعبة ريزنت ايفل 4 تم تطويرها على ثلاث نسخ. نسخة باسم كاسل اعلنوا عنها في توكيو جيم شو 2002، وكان تتكلم عن اصول الفيروس وقصر سبنسرز. والنسخة الثانية هالوسينيشن، هذه النسخة عرضوها في E3 2003، كانت تقدم اشياء غريبة اول مرة تصير بالسلسلة، مثل اشباح ودوم تتحرك، وكان تعتمد بشكل كبير على عنصر الهلوسة وأن ليون يتخيل أمور كثيرة.
والغوا هذه النسخة بسبب التكلفة ومحدودية قدرات الجيم كيوب. والنسخة الثالثة باسم زومبي، من الاسم كانت بتقدم الزومبي كعدو أساسي مثل الأجزاء السابقة، وما كانت في أي معلومات عنها إلا أنها كانت مفروض تصدر في الربع الرابع من عام 2004. حتى جاء المخرج شينجي ميكامي واخذ الإخراج من هيروشي شيباتا، وتم إصدار الجزء الرابع اللي كلنا نعرفه الحين. آخر لعبة معنا هي لعبة جراند ثيفت أوتو. لعبة جي تي الأولى اللي اصدرت في عام 1997 كانت بتكون بشكل مختلف تماما، حتى يمكن ما شفنا هذه السلسلة تكبر لحد ما وصلت إلى ما هي الآن. اللعبة كان اسمها ريس أند تشيس، كانت بتكون لعبة سباقات سيارات عادية تعطيك الخيار تكون مجرم أو شرطي، لكن كل هذا تخير بسبب خطأ تقني أو جليتش. الخطأ كان يخلي الشرطة تطارد اللاعب وتحاول أن تطلعه برا السباق، والمطورين شافوا أن اللعبة ممتعة أكثر منها تكون بس سباق، وتحولت بعد كذا إلى جي تي اي والعنف اللي فيها اللي صار واللي متعودين عليه في الأجزاء اللاحقة. وهذه كانت خمس ألعاب صار لها بروتوتايب قبل ما نشوفها بالنسخة النهائية حقتها. قولوا لنا شراكم بالحلقة، وأيضا لا تنسون تضغطون زر اللايك، تشتركون بالقناة، وأيضا إذا في ألعاب ثانية ما ذكرناها اكتبوها تحت بالكومنت، وإن شاء الله إذا لقينا قدرنا نسوي لكم جزء ثاني لهذه الحلقة. يعطيكم العافية على المتابعة، كما معكم فهد الشيحة، مع السلامة.